نتائج تحليلاتك، وضعك الصحي، بياناتك المالية، اسمك، كنيتك، عنوانك، رقم هاتفك، رقم التيجي تبعك، دينك، عرقك، مذهبك، ميولك الجنسية، وآرائك السياسية هي أمثلة عن البيانات الشخصية. في قانون بتركيا اسمه كيشيسيل فيريلرين كورولماسي قانونو، يلي هو قانون حماية البيانات الشخصية أو قانون المحافظة على البيانات الشخصية، بنظم أسس وأصول معالجة البيانات الشخصية للأفراد لضمان خصوصية حياتهم الشخصية وضمان حريتهم وحقوقهم الأساسية بالمحافظة على بياناتهم. رح نشرح بهاي السلسلة قانون KVKK بتركيا كيشيسيل فيريلرين كورولماسي قانونو بالتفصيل، خليكم معنا. قبل ما نبلش بشرح القسم الأول بدي نوه لموضوع أنه القسم الأول من أي قانون بيكون عبارة عن تعريفات أساسية، بمعنى بعد شوي بس رح نقول معالجة البيانات. عجب شو يعني معالجة البيانات؟ لما رح نقول الشخص المعني شو يعني الشخص المعني؟ البيانات شو يعني بيانات؟ فيعني بشكل أو بآخر القسم الأول يلي هو الفيديو تبع اليوم رح يكون نظري بحت من جهة، ورح يكون ممهد للفيديوهات التالية من جهة تانية. بالقسم الأول من القانون منطالع تعريفات أساسية الأهداف والنطاق. المادة رقم 1 الغاية، الغاية من هذا القانون هو تنظيم أسس وأصول معالجة البيانات الشخصية للأفراد لضمان خصوصية حياتهم الشخصية وضمان حريتهم وحقوقهم الأساسية بالحفاظ على معلوماتهم الشخصية وتنظيم التزامات ومسؤوليات الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المتعلقة بهذا الموضوع. طبعا هون مر معنا عدد من المصطلحات بعد شوي رح نعرفها، يعني شو يعني عجب بيانات، شو يعني معالجة بيانات شخصية، شو يعني فرد، حتى رح نشوفها بعد شوي. المادة رقم 2 النطاق، شو بيغطي هذا القانون؟ عم بيقولوا تطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين. الشخص الحقيقي اللي هو شخص بيكون له رقم تيجي بيميزه عن غيره، هذا شخص حقيقي. الشخص الاعتباري بيكون مثل شركة أو منظمة أو كذا مؤسسة لها رقم فيرج نمرسل، سواء كان جمع البيانات يتم بشكل يدوي، يعني أخذنا مثلا منه التيجي والاسم والعنوان والكذا، أو من قبل أنظمة جمع البيانات بشكل تلقائي. بالمادة رقم 3 منشوف بعض التعريف يا جماعة. الرضا الصريح هو البيان المستند على تصريح بالرضا الحر حول موضوع معروف أو علاقة، بمعنى أنه إذا كان الطرف الثاني رضيان عن مشاركة معلوماته مع طرف ثالث فخلص هذا يعتبر رضا صريح. سرية البيانات هي عدم الكشف عن البيانات الشخصية أو عرضها بطريقة يمكن من خلالها معرفة هوية صاحب هذه البيانات بأي شكل من الأشكال، يعني لا أنه نعرضها بشكل مباشر ولا نعرضها بشكل غير مباشر بحيث أنه ممكن ينعرف صاحبها لهذه البيانات حتى عند ربطها ببيانات أخرى. يعني حتى يفترض أن إذا بدك تربطها مع بيانات أخرى ممكن تعتمد على كود، ما تعتمد على الاسم والكنية وكذا وما إلى ذلك. المدير لما عم ينذكر بهذا القانون هو مدير مؤسسة حماية البيانات الشخصية. لما عم نحكي الشخص المعني بهذا القانون بكل السلايدات الجاي، طبعا هاي السلسلة رح تكون عبارة عن عدد من الفيديوهات، هذا هو الفيديو الأول اللي رح نناقش فيه القسم الأول فقط. الشخص المعني لما بتنذكر بكل السلايدات التالية هو الشخص الحقيقي اللي عم تتم معالجة بياناته الشخصية. إذا الشخص اللي عم بيعطي بياناته لطرف ثالث وهذا الطرف هو عم بيعالج هاي البيانات. طيب شو يعني معالجة البيانات الشخصية؟ معالجة البيانات الشخصية يا جماعة هي جميع العمليات المتعلقة بحفظ البيانات الشخصية، تخزينها، أرشفتها، تعديلها، إعادة تعديلها، مشاركتها مع طرف ثالث، تصنيفها، تبويبها، منع الاطلاع عليها، أو أنك تعطي حق لحد بالاطلاع عليها أو على جزء منها، وذلك عبر أنظمة معالجة البيانات أو الأنظمة اللي فيها أجزاء لمعالجة البيانات. يعني سواء كان النظام كاملا هو لمعالجة البيانات أو كان في جزء منه لمعالجة البيانات، سواء كانت هذه العمليات تتم بشكل يدوي أو آلي مثل ما حكينا من شوي. المجلس مع مين حكى مجلس بهذا السلايد أو بالفيديوهات القادمة هو مجلس حماية البيانات الشخصية، المؤسسة مؤسسة حماية البيانات الشخصية. بطبيعة الحال يا جماعة هدول شوي أول مادة عادة بتكون هيك جامدة، الموضوع طبيعي بس بيكون هيك تعريفات. معالج البيانات هو الشخص الذي يعالج البيانات سواء كان حقيقي أو اعتباري بناء على التفويض اللي يمنح له. لاحظوا كلمة بناء على التفويض الذي يمنح له، معناته يا جماعة قديش موضوع البيانات هو موضوع خطير. هلا نحن المشهور بمؤسساتنا إنه يكون موضوع الحسابات البنكية وحق التوقيع وكذا وكذا هني المواضيع الخطيرة، لكن فعلا موضوع معالجة البيانات أيضا ضمن مؤسسة سواء كانت شركة أو منظمة أو كذا هو أيضا موضوع ما لازم يتهاون فيه أبدا أبدا، وفي حد لازم يكون مسؤول عن البيانات، مسؤول عن حفظ البيانات، مسؤول عن إيجاد نظم من أجل إتلاف البيانات لما تخلص مدة الاحتفاظ فيها. نظام تخزين البيانات هو النظام يلي يتم من خلاله تخزين وهيكلة أو تصنيف البيانات وفقا لمعايير محددة. مسؤول البيانات هو الشخص المسؤول عن إنشاء وإدارة وتحديد أهداف نظام تخزين البيانات والوسائل مستخدمة فيه. قبل ما نكمل يا جماعة بدي اشير لنقطة انه حتى المعلومات يلي جمعت قبل صدور هذا القانون يجب ان تضمن المؤسسة تلاؤمها مع هذا القانون الجديد وتأمين البنى التحتية للحفاظ على البيانات وموائمتها مع هذا النظام الجديد، وبطبيعة الحال تأمين الوسائل والاشخاص يلي هن معدين للتعامل مع هاي البيانات، بالاضافة لتأمين آلية للتخلص من هاي البيانات.
قبل ما ننهي هذا الفيديو يا جماعة، لازم نعرف انه موضوع حماية البيانات موضوع مهم، حيث انه المخالفات بهذا الموضوع قد تصل الى 1,000,000 ليرة تركي. بشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. لهذاك الوقت بدي اذكركم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم اذا عجبكم.